النهاردة كانت جلسة تمهيدية للجنة الاقتصادية بدعوة السيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لأنه طبقا للدستور يجب أخذ رأي مجلس الشيوخ على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية اللي هي جزء من الخطة الخمسية اللي بدأتها الدولة منذ 3 سنوات. وايضا طبقا للدستور، طبقا للائحه مجلس الشيوخ، يجب مناقشه هذه الخطه على اللجنه بحضور جميع اعضاء رؤساء اللجان النوعيه من المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانيه. النهارده الجلسه كانت بتناقش يعني جلسه اعتبرناها جلسه تمهيديه لعرض الخطوط الرئيسيه لخطه التنميه وملامحها الأساسية والمستهدف من هذه الخطة على مستوى التنمية البشرية وعلى مستوى الاقتصادي والاجتماعي للدولة. وستتبع هذه الجلسة بإذن الله جلسات أخرى بعد إصدار الوثيقة كاملة، وسنبدأ إن شاء الله في مناقشة الخطة بشكل تفصيلي اعتبارا من 17/5 من هذا الشهر.